شكرا للزميل احمد فؤاد. اصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قنوات البين. نعود الى دوري ابطال افريقيا والمباراة المرتقبة ديربي الاجوار هنا مباشرة من استاد الفاتح نوفمبر 1954 هنا في مدينة تيزي ويزو في القبائل الكبرى. اللقاء المنتظر بين جي اس كا الشبيبة وفريق الرجاء الرياضي المغربي. ديربي من على طراز، الاجواء الجماهيرية كبيرة جدا، الملعب على اخره، الملعب التاريخي، وهنا تاريخ جمعية كبيرة، فريق الكناري نادي الشبيبة، الفريق العريق الجزائري الذي تأسس في 1946. مباراة تأتي في اجواء احتفالية على مستوى كرة القدم. اوكي، ماتش صعيب برشا، ماتش برهانات كبيرة للفريق الجزائري والفريق الرجاوي، ولكن هي مباراة تأتي في أيام احتفالية باعتبار إن شاء الله يوم الأحد يوم 12 جانفي بعد يومين ستكون رأس السنة الأمازيغية. الرواندية من لويس هاكي زيمانا القمة في هذه المجموعة، 7 نقاط ترجي، 6 شبيبة لرد الدائن. الكرة من ركنية، عرضية خطيرة بالرأس، ترجع القائم الثاني، التسديدة والصعب، ترجع الكرة، مباراة ممتازة موعودين بلقاء كبير برشا، يخرج الحارس المخضرم الراية بغيابات كبيرة للفريق الرجاوي، بدر بنون بالطيب وأيضا بايل في الهجوم، محاولة التوزيع، وينو الزنيتي وينو المهاجم، والكرة وضربة مرمى، جبيرة في تمريرة والأروع، خطيرة للرجاء، وكرة الهدف الأول ضاعت على فريق كازابلانكا، ترجيح على هارت صفوك. وكرة خطيرة للفريق الجزائري وانس الزيتي. 6 أيام بعد الانتصار على المولدية عربيا، هل ينجح مرة أخرى قاريا فريق الرجاء؟ خطيرة كرة للشبيبة، الكناري في الأتاك، العرضية على القائم الثاني، مباراة مولعة نار. مع طريق البلايلي يلعب أمير، وكرة يتفاداها في الركنية الحارس، توزيع الكرة توزع على القائم الثاني، هذه خطيرة والحارس يخرج في الفاضي انس الزيتي. خرج سايح في اللقطة الأخيرة، زنيتي خطفت ممتازة، بنوح ضيع 1-0 في كورة. إذا ديربي أيضا كرة ثابتة والكرة خطيرة والحارس أنس الزنيتي، أنس الزنيتي علي الفرقاني كان الصادمي إدغيغ حكيم الدين للفرقة الجزائرية، ملعوبة الكرة على القائم الثاني، تمشي بالراس وضاعت ويتألق عن أنس الزنيتي، الضغط بالشبيبة صار واضح والرصية ضاعت كيما جات بافيليي، ولكن العملاق الزنيتي قال لا، النصور الخضر الوداد، الكرة تمشي متولي، يمشي محسن متولي، كرة خطيرة بالراس فيها فرش الراية بذكريات بوشروان، حط متولي الكرة ملا باس المالانجو والحار. قلت لك الرجاء تكتيكيا يلقى راحته في الديبلاسمون، هنا كرة خطيرة عرض البشاري والكرة تمشي عرضية بالراس خطيرة والتسديدة قريبة والرجاء يدافع، مازالت المتابعة بالراس في منطقة الجزاء، الصراع يخرج أنس الزنيتي مرة ولا مرة ثانية، الفرقة الجزائرية ترجع كرة خطيرة على القائم الثاني، هذه صعيبة أنس يخرج يطلع أنس، هي الراسية خطيرة جدا والحارس الحارس الزنيتي فسخ هدف، خليهاش تمر ممنوع المرور بيامر أنس الزنيتي في اللقطة هذه، شوف الكرة 70 ماتش إنها الشبيبة يا سادة، وهنا ملا كرة ضايعها من العرضية والكرات الثابتة خطيرة، يمشي حمرون يمشي رزقي حمرون، حمرون بالراب ليلي بن شريفة بدر الدين نبيل سعدو الريح مذكور، عندهم عبد الإله آخر بقيمة أكبر بمستوى فني أعلى حاسم جدا، وعلى طول ياخذ جائزة لديها ما يبررها، يعني ما خفيها كان بطولات القارية، تمشي التسديدة محاولة وأنس الزنيتي، أنس الزنيتي 11 يوم بالضبط وقرعة كأس العالم القبيلي، كرة للشبيبة ممتازة على الطرف، محاولة المرور تفادي الركنية حول فازة، مدافع بشكل مبالغ اللي مش ممكن من عادات الرجاء، الرجاء برشا متوازن ومتولي، والكرة الثانية ياخذها محسن متولي ولكن الحكم يقول خطأ، الموسي بونوا وين هو بونوا، والكرة تمشي مرة أخرى عن طريق الكناري وخطأ للنفسي أنه نجيب الإجابة الصح الصحيحة بالساق بالرأس، أما الكرة نمبر الكرة تمشي عن طريق حمرون، هذه بالراس خطيرة، الدفاع يصد ال7-8 دقائق لعب تاع الشوط الثاني، الاستحواذ مازال للكناري الثابتة،
ترجع كرة عن طريق طويلة، وهذه كرة خطيرة ملعوبة، اللمسة الفردية ممكن، عرضية خطيرة. ويني وينو الأندية بين البلدين في المسابقات الخارجية هذا العام متفاوتة في أفضل يعني المسابقة العربية ثم المسابقة الإفريقية. الرجاء والوداد يعرف أنه اليوم عدم الانتصار باش يبعدوا برشا على الدور الثاني. عن طريق بنوح العرضية والورف اللي موجود افتكاك الكرة صارت في وسط ميدان الشبيبة، ما عادش يستنى السلامي فائز أو اللي سجل هدف، كل شيء ممكن في الدربي. الكرة ممتازة والمباغتة، نعم هو البلايلي شهر واحد عام 2006 في كأس الأبطال. ترجع الكرة خطيرة بين شخصية وكسب النضج على الصعيد القاري التجربة. ترجع الكرة مرة أخرى التسديدة ما تعداش، جاوي خطيرة جدا، كرة صعبة، متولي يارب، متولي راس راس، متولي في دار المدافع بليلي، يارب متولي ويفشل في التسجيل، شنو متولي؟ متولي يدخل، متولي يارب، متولي والدفاع. تمشي كرة من مخالفة خطيرة والحارس، الحارس بن بوت لحظة والمباراة تزيد تسخن في وقت يزيد يبرد فيه الجو. خطيرة حمرون تحسوا ماضي، حمرون تحسوا ماضي، يمشي حمرون. ماتش مهم جدا في بريتوريا مع ميلودي سان داونز، وهنا خطأ للبلاد ورقة صفراء على بدر الدين لأنه لمس الكرة بيديه. برشا باش تنافس على أحد بطاقتي المجموعة في الانتظار بين مالانجو الحارس سريع، هذه العرضية خطيرة لو تمر، عرضية على القائم الثاني. وين بن سايح هذه التوزيعة بشل فيها البلاير على ما أعتقد أمير في كرة ضايعة. النتيجة ما زالت على التعادل 0-0 هنا في هذه السهرة الشتوية الباردة. النتيجة متعادلة سلبيا 0-0، دخلنا في العشر دقيقة الأخيرة، الجمهور كل واقف ينتظر. الشبيبة الذي حصل على كأس أفريقيا الهند البطل عام 81 بعد الانتصار في النهائي على فيتا كلوب كينشاسا الفريق الزائري. وقت ترجع الكرة مرة أخرى تويلة، هذا الحل الأخير للفرقة الجزائرية بالرأس، ولكن الكرة برا فمش تسلل. بن سايح يجي من الخلف يضرب كرة بالرأس والكرة تمشي من الشكير، وفرصة كبيرة للرجاء. الرجاء أخطر في الشوط الثاني بعد يومين ستكون رأس السنة الأمازيغية الرواندية من لويس هاكي زيمانا. القمة في هذه المجموعة 7 نقاط ترجي، الشبيبة لرد الدين، الكرة من ركنية، عرضية خطيرة بالرأس، ترجع القائم الثاني، التسديدة والصعب، ترجع الكرة، مباراة ممتازة موعودين بلقاء كبير برشا، يخرج الحارس المخضرم الرايع بغيابات كبيرة للفريق الرجاوي، بدر بنون بالطيب وأيضا بايل في الهجوم، محاولة التوزيع، وينو الزنيتي وينو المهاجم؟ والكرة وضربة مرمى جبيرة في تمريرة والأروع خطيرة للرجاء، وكرة الهدف الأول ضاعت على فريق كازابلانكا، ترجيح على هارتسفوك وكرة خطيرة للفريق الجزائري. وانس الزنيتي 6 أيام بعد الانتصار على المولدية عربيا، هل ينجح مرة أخرى قاريا فريق الرجاء؟ خطيرة كرة للشبيبة، الكناري في الأتاك، العرضية على القائم الثاني، مباراة مولعة نار. مع طريق البلايلي يلعب أمير وكرة يتفاداها في الركنية الحارس، توزيع الكرة توزع على القائم الثاني، هذه خطيرة والحارس يخرج في الفاضي. انس الزنيتي خرج سايح في اللقطة الأخيرة، الزنيتي خطفت ممتازة، بنوح ضيع 1-0 في كرة. إذا ديربي أيضا كرة ثابتة والكرة خطيرة والحارس أنس الزنيتي، أنس الزنيتي علي الفرقاني كان الصادمي إدغيغ حكيم الدين للفرقة الجزائرية، ملعوبة الكرة على القائم الثاني، تمشي بالراس وضاعت ويتألق عن أنس الزنيتي، الضغط بالشبيبة صار واضح والرصية ضاعت كيما جات بافيليي، ولكن العملاق الزنيتي قال لا، النصور الخضر الوداد. الكرة تمشي متولي، يمشي محسن متولي، كرة خطيرة بالراس يا فرشي الرايع بذكريات بوشروان، حط متولي الكرة ملا باس المالانجو والحار. قلت لك الرجاء تكتيكيا يلقى راحته في الديبلاسمون، هنا كرة خطيرة عرض البشاري والكرة تمشي عرضية بالراس خطيرة والتسديدة قريبة والرجاء يدافع، ما زالت المتابعة بالراس في منطقة الجزاء، الصراع يخرج أنس الزنيتي مرة أولى مرة ثانية الفرقة الجزائرية
ترجع كرة خطيرة على القائمة الثانية، هذه صعيبة، أنس يخرج يطلع أنس، هي الرأسية خطيرة جدا، والحارس الحارس الزنيتي فسخ هدف، خليهاش تمر، ممنوع المرور بيامر أنس الزنيتي في اللقطة هذه. شوف الكرة صارين ماتش، إنها الشبيبة يا سادة، وهنا ملا كرة ضايعها من العرضية، والكرات الثابتة خطيرة، يمشي حمرون، يمشي رزقي حمرون بالراس.